السائل الكريم يقول: ما هي الأعمال التي يصل ثوابها للميت في قبره؟ نعم، في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له. هذا ورد فيها الدليل. من حديث عبادة قال: إني كنت غيبا وافتلتت أمي، ولو كنت حاضرا لأوصد. قال: فماذا أفعل لها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسقي لها الماء، يعني اجري لها ايش الماء. ايضا جاء من في الدليل قال: حج عن ابيك واعتمري. وايضا عليه الصلاه والسلام من حديث انس وحسنه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه قال: سبع يجري اجرها للميت في قبره بعد موته: نهرا اجراه، او بئرا حفره، او نخلا غار سهم، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو علما تركه، أو ولدا صالحا يدعو له. هذا حديث منيف، حديث حسنه الإمام الألباني. طيب، قال: وإن كان الميت قد حج حجة الإسلام، هل حج عنه بعد الوفاة يصل ثوابه؟ نعم، احنا قلنا حج عن أبيك واعتمري، فيجوز أن تحج عنه وأن تعتمر عنه لورود الدين، وإن كان قد حج قبل ذلك. طيب.